أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى محافظة النجف الأشرف. الله يحفظ كل أهلنا في هذه المحافظة، وعلى وجه التحديد اليوم وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع النجف الأشرف. شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا بكم أستاذ حافظ، حياك الله. نورتوا مدينتكم، مدينة النجف الأشرف، مدينة العلم والعلماء، حياك الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع النجف الأشرف. مدير الفرع حيدر شبع، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ حيدر. حيا الله أصلك. أريد كيفية دخول مفردات السلة الغذائية في ظل ظروف الزيارات وأيضا عملية استهلاك هذه المواد في ظل هذه الظروف. دور وزارة التجارة دائما تكون متابعة بصورة مباشرة هي والشركة فيما يخص إيصال مفردات السلة الغذائية لكافة المواطنين. بما أنه هناك زيارات مليونية في المحافظة، فهناك تنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة من أجل إيصال مفردات السلة في للوكلاء الموجودين داخل المدينة القديمة بالذات. ولكن نحس أنه هناك يصير طلب من قبل المواطنين في الإسراع في عملية تجهيز السلة الغذائية. يعني أكو تعاون ما بين المعنيين. نعم. على الرغم من هذا العدد المليوني كم الزائرين، أكو تنسيق يصير. توصل للمخازن وأيضا من المخازن توصل إلى الوكلاء. تمام. وبالنتيجة دور الوكيل أيضا جاهز لإيصال المفردات. نعم. مثل ما قلت لحضرتك أنه المواطن يكون بحاجة لهذه المفردات والإسراع بتجهيزها على اعتبار استقباله للضيوف الأجانب بصورة عامة من ما يضطر. نعم. إلى استهلاك هذه المواد من أجل الضيافة. السلام عليكم ورحمة الله. شلونك؟ زين. شلون أحوالك؟ صحتك شلون؟ أستاذ علي حميد. ممنون. عرفنا بجنابك. علي حميد محمد، مسؤول سيطرة النوعية فرع النجف. إي شيلي هسه. حياك الله. شيلي. شلون هذه المادة اللي موجودة اليوم إحنا في هذا المكان؟ نعم. هذه ذمم. نعم. يعني هذه ياخذها المواطن العراقي وراح تدخل بمعدته، شلون نحافظ عليها؟ شلون ندير بالنا عليها؟ بمعنى بالمصطلح الشعبي يعني خاف تمرضنا اذا تتعرض الى مسائل اخرى. يعني طبعا حفاظ عليها، احنا عندنا اشهر حاره بالسنه هي اللي. نعم. اشهر الصيف الحار، السادس السابع الثامن، هذه الاشهر المحافظه على المواد تكون يوميه، المتابعه يوميه، خاف اكو اصابه، خاف اكو. نعم. نقص وزن، خاف اكو شيء على الماده، فهذه الماده نفتح المخازن احنا يوميا نهويها. نعم. مفرغات موجوده، اناره. نعم. موجوده. نعم. فتم الحفاظ عليها بشكل يومي والمتابعه بشكل يومي. سجل توزيع السلة الغذائية للعوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية. استريح حبيبي. لعام 2023. هاي ذولا اللي عندك أسماء الرعاية اللي موجودين. أسماء الرعاية صحيح. أسماء الرعاية. اللي إيه عوائلهم وأسماءهم. زين. هاي واحدة. وهذا ما شهر الثامن اللي قبله تقريبا كملنا شهر الثامن. الله يحفظك إن شاء الله وطول عمرك. خلينا أسألك بعض الأسئلة. تفضل سنة. بما أنه أنت تستلم مفردات السلة الغذائية وتوزعها لهذا العدد. الله يحفظهم إن شاء الله ويطول بأعمارهم ويحفظ عوائلهم بحق محمد وآل محمد. هنا هم عندك معاناة بعملية إيصال مفردات السلة الغذائية على اعتبار أنه هذا المدينة أيضا زوار بالملايين تأتي للإمام سلام الله عليه. أي معاناة ما عندي، أنا مسوي لهم قناة على الفيس. نعم. ومسوي لهم صفحة لهم. أنا. نعم. من تجي البضاعة أو تجي. نعم. السلة. نعم. اللي يقدر يجي يجي، والما يقدر يجي عنده توصيل لحد باب الحوش مالتهم. شلون احوالك؟ زين ان شاء الله. شلون عافيتك؟ يا هلا والله. نسولف برا جو. والله تفضلوا تفضلوا. على بيتكم ان شاء الله. عامر بيك ان شاء الله. يا الله الله يخليك. يا الله يا الله. بسم الله. اهلا وسهلا. شلون الحجي؟ يا هلا مرحبا. شلون احوالك؟ اللهم صل على محمد وال محمد. الله يخليك. شلونكم؟ زينين. يا اهلا وسهلا. شلون احوالك؟ الله عافيتك. شلونها؟ يرحم والديك. زين لو زين انت. والله الحمد لله. لا اشوفك زين ان شاء الله. زينين ان شاء الله. نوقف هنا لو هنا وين تفضلوا هاي حديقة يا هاي. إيه؟ البيت بكيفكم. لا خلينا نطب ونشوف المطبخ مالتك. تفضلوا هاي المطبخ ممكن يعني ممكن تفضلوا. تفضلوا يا الله. شنو هذا حجي؟ هذا مرق باذنجان. هذا
بيها لحم، هاي بيها لحم، تاكل لحم حجي، تاكل لحم والله قليل يعني، مو تاكل لحوم حمراء حجي، مو هواي هذا ما شاء الله تمن، هذا مال حصه بلي، مال حصه، مال الحصه يعني انت العفو انت تستخدمها يعني تستخدم، نستخدم طبعا كل العوائل مو بس احنا، كل العوائل يعني. السلام عليكم. وعليكم. شلونك حبيبي؟ زين ان شاء الله. وين انت؟ بالنجف، بحي النداء. حياك الله. تاخذ حصه ولا ما تاخذ حصه؟ اخذ حصه. زينه يعني؟ الحمد لله. الحمد لله. شلون الوكيل وياكم؟ كل زين. السلام عليكم. شلونكم عمي؟ استريح استريح، انا قاعد يمكم، انا قاعد يمكم، شلونكم؟ يلا يلا يلا، قاعد يقعد وانا متعبان. يا الله شلونكم؟ زينين؟ شلون الصحه؟ مساكم الله بالخير والعافيه. وين انت بالنجف؟ انا بالميلاد. بالميلاد. وانت؟ بالجمعيه. بالجمعيه. شلون مهنا بالنجف؟ زينين والله بخير الحمد لله. مرتاحين هنا؟ حلوه القعده هنا على البحر. اي والله شويه تغير جو، الاجواء شويه ترتاح هنا. اي احسنتي. عندكم حصه تموينيه؟ تاخذ حصه تموينيه ما تاخذ؟ اي تاخذ حصه. وانت؟ اخذ. زين الرعايه تاخذ ولا ما تاخذ؟ اي اخذ. زين بيام بيام محرم الحرام، يعني تعرف العراقيين اهل كرامه. اكيد اكيد. بيوتهم كلها مفتوحه. اكيد. يعني مرات تتعاونون من المفردات السله الغذائيه الحصه، يعني تنجمع وتنطي الناس او تودونها للمواكب؟ هو كل واحد يتعاون ويا الثاني. نعم. يعني هذا شوف فقير، يعني منطقتك كلها تلملي تساعده، يعني ايش التعاون بينكم؟ ان شاء الله. انا ممنون حبيبي، جزاكم الله بالخير، طول بعمركم ان شاء الله.